حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة إنجازا تاريخيا بفوزه بالمركز الثالث في بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة بالجواد الذهب، والتي أقيمت اليوم في جمهورية التشيك بعد منافسة قوية مع أكثر من 100 فارس وفارسة من 23 دولة أوروبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويعد هذا الإنجاز الأول لمملكة البحرين في بطولات أوروبا، وأقيمت البطولة لمسافة 160 كيلو مترا انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم عبر 6 مراحل. هذا وقد حرص سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد اسطبلات الخالدية على دعم ومؤازرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في المراحل الأخيرة من السباق. والجدير بالذكر بأن الفارس الإماراتي الشيخ راشد بن دلموك المكتوم أحرز المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني الفارس الإماراتي علي الجهوري. وحول هذا الإنجاز يسرنا أن يكون معنا من العاصمة التشيكية براغ عبر الهاتف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة. أولا نبارك لسموكم الكريم الإنجاز الرفيع في بطولة أوروبا للقدرة، ونأمل منكم الحديث عن منافسات هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شرف لي أني أبعث هذا الإنجاز إلى سيدي الوالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولا قيادتنا الرشيدة، وطبعا ما ننسى كل رياضيين مملكة البحرين اللي إذا احنا شرفنا أو إن مثلنا في الخارج يكون هذا شرف لنا. ولكن البطولة كانت يعني قوية الصراحة، وأنا صرحت مساء قلت هذه يعني هي أكثر من بطولة وأقل من حرب بغليل. كانت يعني مجازفات فيها، ولكن كانت منافسة قوية والحمد لله على كل حال. الحمد لله. سمو الشيخ ناصر، طبعا شهدت البطولة منافسة خاصة في المرحلة السادسة والأخيرة، وأسفرت عن فوز ثلاثي عربي بالمراكز الثلاثة الأولى، يعني كما تمنيت سموك في تصريح أمس. صحيح الحمد لله على كل حال. أن يكون التواجد العربي في المقدمة هذا أهم شيء، وبالذات خليجي، يعني الثلاثة الأوائل في بطولة أوروبا وكل فرسان العالم مشاركين، يعني هذا إنجاز عظيم ونفتخر به. نفتخر بفرسان الإمارات ونفتخر بفرسان فريق الملكي اللي مثلوا اليوم البحرين. الحمد لله على كل حال في نهاية اليوم تكفي فرحة جلالة الملك في هذا الإنجاز التاريخي. نعم. سموكم، ما هو تقييمكم، تقييم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي لهذا الإنجاز الأوروبي؟ والله شوف، أنا تقييمي يعني اليوم الحمد لله بالنسبة للفريق الملكي، طبعا هذه نقلة نوعية في المستوى العام. يعني احنا اصبحنا اليوم مو بس نحاول ننافس، ولكن احنا ننافس وقريبين من الفوز، واحنا نفوز الان. فالمستوى عندنا صار فيه نقله نوعيه في من ناحيه التدريب والاداء، ولكن الاهم ان شاء الله البطولات القادمه بتكون بهذا المستوى وافضل ان شاء الله. نعم. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه قائد الفريق الملكي للقدره، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة التشيكية براغ، شكرا جزيلا لسموكم. مرحبا.